طيب رجعنا تاني، مساء الخير على حضراتكم. ده شيت كده هنشتغل عليه، هو في اكزامبل صغير هنحل عليه كده ونشوف الفرق بين الشغل على الاكسل والداتا موديل وقد ايه السهولة في الموضوع. بس انا حابة الاول كده ابعت لكم كذا شيت في الشيت دوت، يمكن تحتاجوهم. طيب اول واحد كده دي لينكس، يعني لينكس مهمة انك يعني او اكتر من يعني لينكس بتتكلم في الموضوع دوت كويس، دي افضل ناس بتتكلم في موضوع الداتا موديل. وانا حط والداكس فانكشن انا حطيتهم، يمكن في يوم من الايام تحتاج تزود معلوماتك او تدخل فيهم من ديب او تتعلم حتى از ريفرنس، او حتى اذا نسيت حاجه معينه يعني خليهم عندك، يمكن بتحتاجهم. الناس دي اغلبها يعني بروفيشنال في الحته دي ومتخصصين فيها جدا. نقدر نقول يعني اغلبهم عامل بي اتش دي او عاملين ماسترز او كتب. وفي بعض الناس عندهم تشانلز على اليوتيوب تقدر ترجع ليهم في حته الداتا موديل، في كمان حته في يعني في بعض التشانلز في الاكسل لو انت حابب بقى تتعلم على الاكسل شويه شويه زياده، يعني لان لو لسه انت بتبتدي في التعامل مع الاكسل هتبقى محتاج حاجات كتير تعرفها، في اساسيات لازم تعرفها في الاكسل. يعني في بعض التشانلز هنا زي مستر اكسل ده بيبقى عامل بيشرح كويس قوي الاكسل، يعني بتعلمك حاجات كتير. بس انا حبيت احطهم لكم يعني تكون حد محتاج يعرف حاجه، واللي يعني مش عارف حاجه او محتاج اي سؤال ممكن يبقى يبعت لي، يعني مفيش مشكله خالص. طبعا الشانلز على اليوتيوب دي يعني لينكس، يعني لينكس تروستد جدا في الحته دي، فممكن ترجعوا لها في اي وقت لو انتم حابين تزودوا معلوماتكم او كده. طيب الشيت التاني هنا بيتكلم على which version، اي version احنا محتاجينها. طيب احنا محتاجين اي version، طيب احنا محتاجين اي version. الفيرجن احنا محتاجين فكرة الباور بيبي دي اللي هو ظهرت كانت في الأوفيس 2013، فهي بداية من 2013 هتلاقيها في الأوفيس. طيب لو عندي 2010 يعني هو في 2010 ممكن تعمل داونلود للباور بيبي الباور كويري، تقدر تعمل داونلود من مايكروسوفت وبعد كده تعمل له انستليشن وبعد كده تستخدمه. طيب من اول بقى 2013 فيما فوق اقدر استخدم، هلاقي الباور بيبت انترنالي يعني جوه الشيت الاكسل زي كده زي ده كده الكتاب دي، لا مش شرط. طيب ويتش اوفيس بقى اللي احنا محتاجينه، هنقول من سنة 13 او 16 او 2019، فمحتاجة البروفيشنال بلس. البروفيشنال بلس هي دي اللي هلاقي فيها الباور بيبت او الباور كويري انترنالي. تمام، يعني لو انت مش عندك ممكن تنزل، يعني انت او انت بتنزل اوفيس تاخد بالك ان هو يكون بروفيشنال بلس. في بقى فيرجنز تانية باسمها ستاندرد اديشن او هوم اديشن، دي مش هتلاقي فيها الباور بيبت. طيب في حال تاني ممكن اشتري الاوفيس لوحده من مايكروسوفت او ممكن، بس في الحاله دي بيبقى اسمه ستاند الون اكسل. ده لو انا حابب اشتري مايكروسوفت اللي هو الاوفيس بس، فبيبقى اسمه ستاند الون اكسل، وهتلاقي فيه طبعا الباور بيبت انترنت. طيب بعض الشركات بيبقى عندها اللي هو الاوفيس 365 ده اديشن 3 او 4 برضو بيكون عادي، يعني احنا في اغلبنا في اجهزتنا مش بيبقى عندنا، هي بعض الشركات اللي بتستخدم. وطبعا في حاجه اسمها شير بوينت
برضو 2013 وشير بوينت اونلاين، يعني مش هنلاقي الحاجات دي اكتر منتشرة بعض الناس اللي بتستخدمها. طيب ازاي بقى انا انستول الباور بيبت لو هو مش عندي؟ يعني ايه يعني لو هو مظهر عندي هنا كده ازاي اظهره؟ وممكن يكون مش ظاهر عندي. طيب هروح من فايل، اوبشن، ادينت، مانج، كوم اد انت، وهقول له جو. جو هيطلع لي كده كذا تاب او كذا تشويسز، مايكروسوفت باور بيفت فور اكسل، هعمل لها انيبل. لو هي مش، لو هي ديسيبل هعمل لها انيبل كده. هو انت ممكن سيلكت على كذا حاجه يعني، فما فيش مشكله، بس اهم حاجه تكون عندي مايكروسوفت باور بيفت فور اكسل، وهقول له اوكي. هتظهر. تعالي نعملها تاني، من فايل، اوبشن، اد انت، مانج، كوم اد انت، جو. طب خلينا نعملها ديسيبل كده ونشوف هتظهر ولا لا. كده مش هتبقى موجودة. طيب خلينا نظهرها، من فايل، اوبشن، add ins، manage، كوم add ins، go. فهقول له اعمل هالي enable مايكروسوفت باور بي فور اكسل. اوكي فظهرت. تمام. طيب واي باور بي اتكلمنا الكلام ده في الفيديو اللي فات، ليه باور بي تقدر تقراه يعني. وهنا متكلم على الفلوكا، وهندي اكزامبل عليها دلوقتي ونعرف ايه الفرق بينهم. طيب كولومنر داتابيس يعني ايه؟ الاول بس حابين نتكلم على الداتابيس او الداتا موديل. بس الاول عايزه اقول لكم على حاجه، ده بس في الحته دي احنا ظهرت عندنا الباور بي بي اهي، ف عندي دي التابس بتاعتها ودي مانج اللي احنا اتكلمنا عنها. طبعا لو دخلت هنا هلاقيها فاضية، هنا مانج اهي، فهيظهر لي الداتا بيس فاضية. فاضية ليه؟ لان انا لسه ما عنديش داتا موديل حطيتها، ما عنديش لسه الشيت فاضي بتاعي، فطبيعي ان هي هتكون فاضية. مش عارفة هو ليه بطيء كده. طيب خلاص خليه دلوقتي طالما هو معلق خالص. طيب هنتكلم بقى على الكلام من الداتابيز. اهي دي صفحة الداتابيز بتاعتي او الباور بيبل، بتفتح لي بالشكل دوت وبتظهر لي الداتا فيها. هي طبعا فاضية عشان انا ما عنديش فيها داتا. هقفلها دلوقتي ونرجع لها. كلامنر داتابيز يعني ايه؟ كلامنر داتابيز يعني دي اسماء للداتا موديل، ليها اسماء كتيره جدا. لو انت بتتكلم مع حد متخصص او قريت في كتاب او في ويب سايت او وات ايفر، ممكن تلاقي، ممكن ما يقولكش داتا موديل فبس، ممكن يقول لك باور بي بي داتابيز، كلامنر داتابيز، داتا موديل، اكسل داتا موديل، باور بيبت داتابيز ستورد ان اكسل ورك بوك، باور بيبت اكسبلوستي انجن، باور بيبت انجن، اكسبلوستي انجن، اند سو. دي كلها اسماء بتعبر على الداتا موديل او كولومنر داتابيز، كلها نفس الحاجه عشان بس انت تبقى عارف ايه الاسماء او المصطلحات بتاعتها. تمام. طيب الكلونر داتابيز بيسيف الداتا، او خلينا نتكلم عندي
خلينا نتكلم عن حاجة كده اللي هو الداتابيز بتستود بالنسبة لي بأكتر من شكل. يعني عندي حاجة اسمها normalized database و non-normalized database. يعني ايه normalized database؟ يعني عندي زي التيبل ده كده اهو، ده تيبل مبيعات سيلز وسيلز ريب نيم والريجن. خلينا نشوف كده بشكل اوضح شوية. دي النورمالايزد داتابيز. يعني ايه نورمالايزد داتابيز؟ دي السيلز بتاعتي وده المفروض سيلز ريب نمبر 1. يعني ايه نمبر 1؟ هو هنا بيعتمد على فكرة الكودينج، والفكرة دي اشبه شوية بالاس بي اس اس. ان شاء الله الليكتر الجاي تعرفوا يعني شو نشتغل على الاس بي اس اس. ف يعني هي الفكرة دي اشبه بيها شوية. بيدي لكل سيلز ريب نمبر او كود، نفس الكلام في الريجن، بيدي برضو كل ريجن نمبر او كود. وبيجي في تيبل تاني هنا السيلز ريب بيعرفولي مثلا 1 ده اسمه جو، 2 دي نينا، 3 كيب، و 4 جي. تمام. الريجن عندي 1 ايست، 2 ساوث، و 3 ويست. طيب هو ليه بيعمل كده؟ لانه هو طبعا الاسم مش بيبقى جو مينا، هو الاسم بيبقى كامل، فده بياخد وقت ومجهود. وفوق الحاجتين دول حاجة مهمة جدا، هو بياخد مساحة من الفايل، فبالتالي هو بيختصر المساحة بكود. فانا سي لو الاسم احمد محمد ابراهيم مش عارف ايه ديتهم، فانا في كل مره في كل ترانزي اكشن احمد محمد ابراهيم ده بيعمل لي ترانزي اكشن، مش هكتب احمد محمد ابراهيم، هو وقت مجهود. وغير كده بياخد مساحه من الفايل كبيره جدا مع ملايين الترانزي اكشنز، فبيديله كود، فبيبقى 1 2 3 زي ما احنا شايفين كده. نفس الكلام في الريجن، مع كل ريجن بيديها كود وبيبتدي يكودها، وبرجع انا ابص عليه. لو انا حابب عايز اعرف مين 3 دي، فانا هبص على التيبل التاني واقول له اعرف ال 3 ده ويست، ال 2 ده ثاوز، ال 1 ده ايست. دي فكره النورمالايز داتا. اللي هي فكره بتعتمد اكتر على فكره الكودينج. تمام. طيب في حاجة عندي طبعا اسمها النون نورمالايز داتا. يعني اللي حصل فوق ده اسمها البروسيس دي اسمها نورماليزيشن، خلاص كده. طيب نيجي بقى على البيبي تيبل كلمنر و دي هنا النار نون نورمالايز داتا. يعني ايه نون نورمالايز داتا؟ انه بيكتب الاسم كامل والريجن، الطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها كلنا ونشتغل بيها اغلب الناس. يعني الكلام ده مبقاش موجود دلوقتي. تمام. طيب هنا بقى في الداتا موديل او الكلومنر داتابيز بيعمل ايه؟ هو بيسيب لي الداتا في شكل كولمز كده سيبريتد، يعني كل كولم مفصل عن التاني سيبريتد، ما بيكتبليش تكرارات، اي تكرار هنا بيشيله اهو زي كده مثلا، لو في اي تكرار في الفاليو بيشيله، اي تكرار في الاسم بيشيله، اي تكرار في الريجن بيشيله. طب ده بيبقى كويس لي وبالنسبة لي بيبقى كويس بالنسبة لي، او حاجة يعني، او ده السبب اللي بيخليه بيوفر لي دايما مساحة، او بتبقى مساحته دايما قليلة، لان هو زي ما قلنا النون نورمالايز اللي هو لما بكون بكرر الحاجه او بكتبها زي ما احنا متعودين. السيلز الفاليو بتاعتها السيلز ريب بالاسم الكامل، الريجن بتاعتها بنحطها، ده كله بيهلك عندي مساحه كتير وقت ومجهود، وطبعا بيقلل لي البرفورمانس بتاعي. لكن في الداتا موديل بشتغل بطريقه مختلفه، بشتغل بحاجه اسمها قلنا كولومنار داتابيز. يعني ايه؟ قلنا بيحطها لي في تيبل بتاعي، بس انا ما باجي اشوفه تيبل عادي زي كده، مش بشوفه منفصل.
لكن هو في الحقيقة هو بيخزن الفايل كل كولم لوحده في سيبريتد يعني، وبيشيل منه التكرارات وبيشيل منه أي قيمة متكررة أو اسم حد متكرر بيشيله. الريجن نفس الكلام برضو لو متكررة بيشيله. هو بيستور بشكل معين بطريقة بتسمح له إنه يقدر يطلع التيبل بتاعي بيطلع لنا بشكل عادي يعني، احنا بنيجي نشوفه بشكل العين بيبقى طالع عادي سليم جدا، لكن هو لما بيستورها بطريقة مختلفة أو بتكنيك مختلف. الطريقة دي كان بتسمح له بيخفف المساحة وبيوفر لي المساحة في الفايل. ده كده الكولومينار داتابيز. يعني كل دي انترودكشن كده سريعا عن الداتا موديل. هناخد اكزامبل دلوقتي ونبتدي نشوف. ده الاكزامبل بتاعنا كده اهو، ده اكزامبل عادي، داتا عادية رو داتا او رينج. بيقول لي فيها ده البرودكت، ده الترانزاكشن، ده الديت. خلينا نظبطه بس. مهم جدا يا جماعة نظبط الديت. كويس خلاص، ده بيقولي ديت وده السيلز ريب بتاعي، ده البرودكت وده الديسكاونت، ده اليونت وده الريجن. خلاص بيقول لي في اليوم ده سيلز ريب ده، باع البرودكت ده الديسكاونت ده وباع منه 2 يونتس. احنا المفروض هنا الريفينيو خليني ده عشان ده المفروض اللي احنا هنجيبه هو عشان انا كنت شغل عليه. طيب البرودكت انا مش عارف سعره، هو هنا مش مديني سعره. ده المفروض الريبورت بتاعي، ده الديتا بتاعتي اللي هطلع منها الريبورت. هو عايز ايه؟ عايز الريجن، وكل ريجن بتحقق ريفينيو قد ايه. تمام. طيب انا عندي البرودكت وانا مش عارف سعره، بس هو عامل لي جدول هنا كاتب لي كل برودكت سعره قد ايه، وكاتب لي هنا كمان كل سيلز ريب الريجن بتاعته يعني بيبيع في اي ريجن خلاص، او ايه المنطقه اللي بيبيع فيها. طب لما اجي انا اشتغل على ريبورت او اطلع ريبورت كده اطلعه ازاي؟ هو عايز كل يعني كل ريجن مبيعاتها قد ايه او بتحقق ريفينيو قد ايه. طيب عشان اجيب الريجن ما ينفعش اعمل بيفت تيبل زي ما احنا متعودين، عشان نعمل ريبورت بنشتغل على البيفت تيبل. ليه مش هينفع؟ لان انا عندي دول 3 تيبلز، المفروض ان كل تيبلز ان البيفت تيبل بيشتغل على تيبل واحد بس ما بيشتغلش على 3، فدي عندي مشكله. طيب هنحاول نحلها ازاي؟ باكسل فانكشن. خلاص همسك اول تيبل كده وهقول له هحوله طبعا لتيبل، كنترول تي صح كده، هقول له اوكي تحول معايا، وهاجي من ديزاين وهسميه price table. اوكي واجي عند التيبل التاني وبرده control t عشان يحولولي. اوكي خلاص، وهسميه برده ده مثلا بيتكلم عن الريجن، فهقول له ريجن
التيبل، تمام. وهاجي للتيبل التالت برضو كنترول تي وهقول له اوكي وهسميه سيلز. ده بس هم بيتكلم عن السيلز فهقول له سيلز تيبل، تمام. طيب هنجي هو عايز الريجن بتاعتي. طيب الريجن دي بتمثل ايه؟ احنا انا عايزه الريجن وكل الريفينيو بتاعتها. فقال لي كل سيلز ريب اهو زي ما قال الريجن بتاعته ايه. فهستخدم فانكشن في الاكسل اسمها فانكشن الفولوج، اوكي. فهقول ايكوال فيلوج اهي، تمام. انا بسال على ايه؟ انا بسال عايزه الريجن، اوكي. فمين اللي بيعبرني عن الريجن او مين اكتر الريجن السيلز ريب بيبيع في اي ريجن؟ فهقول له السيلز ريب ده اللي هو كريستي اولسون، ده السيلز ريب ده ماله؟ عايز اشوف مبيعاته، خلاص. يبقى سلكت على السيلز ريب وبعد كده اعمل كاما واشوف. بصوا معايا هنا التيبل اري اهو. التيبل اري ده معناه ان انا ايه التيبل اللي انا هجيب منه مبيعات ده. فهقول له التيبل اري بتاعي اسمه ريجن تيبل، ريجن اهو. هو جابولي على طول تيبل اهو، تمام. كوما هقول له الريجن هنا بتمثل لي في التيبل ده هو سلكت عليها على طول كولم 1 ولا كولم 2؟ هقول له 2. كوما هقول له عندي 1 و 0 فانا هختار 0 علشان اكزاكت ماتش. يعني ايه اكزاكت ماتش؟ عندي ابروكسيميت ماتش واكزاكت ماتش. ابروكسيميت ماتش يعني لو حاجه شبهها هات. لا انا هنا مش عايزه كده، انا عايزه لو هو ما لقاهاش ما يجيبهاش، لو لقاها يجيبها هي بقى، يبقى اكزاكت ماتش يبقى 0. وهقفل الكورس وهقول له اوكي. بس هو جاب لي ايه بقى؟ كريستي اولسون فين فويست. يبقى تاني كريستي اولسون بيبقى فين او الريجن بتاعته في فويست اهي. تعال نشوفها، هدي كريستي اولسون فويست. طيب هعمل كده دراج عشان اجيب كل هيجيب لي كل السيلز ريب بتاعتي لحد فوق، خلاص. طيب انا عايز اجيب بقى كمان الريفينيو. يبقى انا كده جبت الريجن، عايز اجيب الريفينيو بتاعت كل ريجن او المبيعات اللي بتحصل في الريجن برضو بنفس الفانكشن في VLOOKUP. انا بسأل على ايه الريفن، مين اللي هيمثل لي الريفن؟ البرودكت. فهقول له البرودكت ده كما كما تيبل اري. مين هنا بيمثل لي البرودكت او البرايس بتاع البرودكت؟ التيبل ده. فالتيبل ده احنا كنا مسمينه برايس تيبل، فهكتب له برايس اهو. هو ادهوني على طول برايس تيبل كوما برضو. هو في اي كولم هنا البرايس في التيبل؟ في كولم 2 0 عشان اقول له عايزاها اكزاكت ماتش. وهقفل الكورس. بس هو كده اداني السعر بس ما ادانيش سعر البرودكت او سعر يعني السولد يونت. بمعنى ايه؟ ان انا عندي هنا
زي ما احنا شايفين الديسكاونت وعلى ديانت، فانا لازم اخد دول معايا في الاعتبار. فهقول له الكلام ده كله ملتبلاي ملتبلاي باي اليونت ملتبلاي، افتح قوس 1 ماينس الديسكاونت واقفل القوس وهقول له انتر ودري. لحد الاخر كويس تمام. يعني ايه اللي انا عملته ده؟ انا عايز اعرف الريفينيو، الريفينيو بتاع البرودكت، بمعنى انا ببيع البرودكت سي مثلا ب $100، بس هو قال ان في ديسكاونت 3%، في ديسكاونت 3%، يعني معنى كده البرودكت سعره 97 تمام. في 2 يونتس انا بعت منه حاجتين، البرودكت باع منه 2 يونتس تمام. فامي طلع لي الريفينيو كله، يبقى انا كده طلعت ايه الريفينيو بتاع كل ايه ليش تمام. طيب الطريقه دي، طب خلينا الاول نعمل الريبورت وبعدين نتكلم على الطريقه دي ايه مشاكلها. خلاص حلو الكلام كده. طيب اعمل بيفت تيبل بيفت شارت عشان اطلع الريبورت بتاعي. من انسرت بيفت تيبل هقول له existing worksheet وهاجي اشاور له هنا اوكي وهقول له اوكي هنا وهقول له اوكي. خلاص انا كده ما عملتش الريبورت، الريبورت بتاعي انا ما عملتوش، انا كل دوت بوضب الديتا بتاعتي. طيب هقول له انا عايز كل region بالrevenue state. تعال نشوف بعمل ايه كده. ادين كل ريجن بالسم اوف ايه الريفينيو بتاعتها. طيب الطريقه دي بيعملها لما يكون حد بروفيشنال في الاكسل وادفانسد يوزر، يعني حد كويس جدا في الاكسل. بس الطريقه دي ليها عيوب، الطريقه دي ليها عيوب. هي جميله جدا طبعا كده لما يكون عندي الداتا دي، لكن ليها عيوب. عيوبها ايه؟ ان انا عملت ريجين كولوم اللي هو ده، خلينا نجيبهم اقول ان انا عملت ريجين كولوم وريفينيو كولوم، ودول بنسميهم هيلبر كولوم، يعني حاجه بتساعدني عشان اطلع الريبورت. العيب التاني ان البيفت تيبل مش بيشتغل على تيبل واحد، وانا هنا كان عندي 3 تيبلز فاضطريت ان انا اعمل تيبل تاني علشان اشتغل بي. العيب التالت ان البي لوك اب فانكشن بتتقل الفايل جدا، وهي بتتقل الفايل لانها الفانكشن بتتعمل على رو رو على كل ترانزاكشن، وده بيخلي البرفورمانس بتاعي قليل جدا. فكل ما كان لما يكون في في لوك اب وتفتح الفايل هتكون بطيء جدا في الفتح بتاعه، هتلاقي بيلود كتير لان طبعا عدد الترانزاكشن كتيره جدا، فبيفتح بيعدي على واحده واحده يعمل لها في لوك والاكشن كمان بتاعه بيكون بطيء. وكل دي مشاكل انا ببقى عايز استغنى عنها وانا شغال، لان انا بشتغل على هيوج من الداتا وانا بعمل الاناليسيس، فده يخلي البرفورمانس بتاع الشغل بتاعي دايما بطيء او مش احسن حاجه يعني. تمام تعالى نعمل نفس الاكزامبل ده، هنعمل نفس الاكزامبل ده في الباور بيفت ونشوف الفرق. طيب ده نفس الاكزامبل اللي احنا حليناه من شويه بطريقه الفيلوكاب او بطريقه الاكسل شيت. دلوقتي هنشتغل عليه بطريقه الداتا موديل. فانا همسك كل تيبل هنا وهقف عليه واقول له من باور بيفت عندي بقى مانج، هقول له اد تو داتا موديل. كده هو هيدفولي وحطهولي في الداتا موديل تمام. هاجي هنا وهقول له كمان من باور بيفت اد تو داتا موديل.
شايفين هو بيحط جنبه برودكت وبعدين سيلز ريب كل. طيب هاجي عندي التيبل التالت وهقوله برضو من باور بيفوت و ات و داتا موديل، بسمي كل واحد باسمه. طيب برودكت سيلز ريب و ترانزاكشن. طيب انا عندي في الداتا موديل طريقتين في العرض، طريقة الداتا فيو اللي هي دي اللي احنا شغالين عليها، دي اسمها كده داتا فيو. اوكي طيب وعندي حاجة تانية اسمها الدايجرام فيو، تعال نشوفها كده مع بعض. يعني ايه طريقة الدايجرام فيو؟ بيخلينا نشوف الثري تيبلز في شكل دايجرام زي ما احنا شايفين. تمام ادي الثري تيبلز بتوعي، هنا كنا بنشوفهم كانهم فيلد، هنا بنشوفهم كانهم تيبل. سمى كل تيبل برودكت وحط جوه هنا سيلز ريب وجوه سيلز ريب ريجن وهنا الترانزاكشن، وسمى التيبل ده سمى ترانزاكشن جوه الديت وسيلز ريب والبرودكت والديسكاونت والوقت. تمام تعال نروح نشوف الداتا. طيب قبل ما اروح هناك بس الاول نقول حاجة، انا هناك لما كنت عايزة بسأل على السيلز ريب في اي ريجن كنت بعمل فيديو كاب، او حتى لما كنت عايزة اعرف البرودكت والبرايس. تمام فبروح اقوله بشتغل بالفيديو كاب واقوله بالسيلز ريب ده دورتي عليه او اعرف لي في اي ريجن، اي ريجن بتاعته دي اول فيديو كاب احنا عملناها. تمام طب انا لو عملت هنا دلوقتي سيلز ريب ده هو سيلز ريب ده صح؟ طيب خلينا نشوف كده، هنعمل ريليشن شيب ما بين عشان اقول ان سيلز ريب ده هو سيلز ريب. تمام طيب احنا هناك عملنا على سيلز ريب تاني، كنا بنسأل على البرودكت والبرايس، فانا بقول البرودكت ده هو البرودكت. انا كده عملت ايه؟ عملت ريليشن شيب بين الثري تيبلز مع بعض، وكانه هو بيشوفهم كانه تيبل واحد يجيب منهم. وكده انا بكده ابقى استغنيت على الفيلوكاب ومشاكلها وبتقلها بالبرفورمانس بتاعها اللي مش هيبقى كويس بعد ما الداتا تزيد. تمام انا كده عملت الريليشن شيب بين الثري تيبلز وفهمته ان السيلز ريب اللي هنا هو السيلز ريب اللي هنا والبرودكت ده هو البرودكت. طب كده انا اقدر اعمل ريبورت واعمل بيبي تيبل؟ او الاول ما كنتش اقدر اعرف طبعا اعمل بيبي تيبل في الاول، لانه كان البيبي تيبل بيعمل على تيبل واحد مش على ثري تيبلز. لكن دلوقتي من خلال الريليشن شيب دي اقدر اعمل بيبي تيبل، لان هو دلوقتي هيشوفهم كانهم تيبل واحد. طيب افرض انا عايزه الغي الريليشن شيب دي، وارد ان انا اكون عايزه اعمل كده، فانا هقف عليها واقول له ديليت من الكيبورد. هل يدروب ديليت فروم موديل؟ يس. عايز ارجعها تاني؟ هرجعها تاني. تمام طيب هتفرق معايا لما اسحب من تحت لفوق او من فوق لتحت؟ لا مش هتفرق، في الاتجاهين واحد هو بيعمل لي الريليشن شيب، مش هتفرق معايا في اي حاجه. طب ايه الفايده لما عملت الريليشن شيب، او استفدت ايه لما عملت الريليشن شيب؟ طب تعالى نشوف كده، انا اقدر اعمل بيبي تيبل او ممكن اعمل بيبي تيبل، فاقول له كده ايه بيبي تيبل. اول ما اقول له بيبي تيبل هيرجعني على الشيت بتاعي على طول، فاقول له اكزيستنج. بس مش هيرد ليه؟ عشان المفروض احنا قلنا الاول نعلم نرجع تاني.
من مانج اهو، هقوله بيبوت تيبل كنسل سوري علم الاول مانج بيبوت تيبل existing هنا ايه اوكي عمل لي البيبي تيبل. طيب تعالي نشوف كده، ايه ده؟ بص هنا كان بيديني الاول الفيلد بتاعتي، النهارده لا ده بيديني ايه التيبل بتاعي اهو. كل اللي عليه الخط الاسود ده هو ده معناه ان ده في الداتا موديل، يعني البرودكت السيلز ريب الترانزاكشن دي كده التيبل اللي موجوده فين في الداتا موديل. طيب تعالى نعمل ريبورت بتاعي، هقف هنا على السيلز ريب واقول له انا عايز الريجن، وهقف على الترانزاكشن واختار منها اليونت اهو. خلينا نشوف كده اهو، تمام عمل لي الريبورت. كنت الاول ما اقدرش اعمل ده، عملنا هيلبر كولم علشان كان في يقدر يساعدني في الاول في الشيت الاكسل شيت العادي اللي هو كان بتاع الريفينيو والريجن علشان اقدر اعمل البيبي تيبل. النهارده لا، هو عمل لي كونكشن ما بينه او ريليشن شيب بتوين الثري تيبلز، بقى اصبحوا تيبل واحد، ف وبالتالي قدرت اعمل البيبي تيبل عليه. الطريقه دي سهلت لي كتير وخلت البرفورمانس بتاعي يبقى اسرع. طيب لو حبيت ارجع باور بيبي تاني زي ما قلت من باور بي بوت مانج هيرجعني تاني هناك، تمام. ده الدايجرام فيو وارجع هنا الداتا فيو، تمام. طيب انا عندي الثري تيبلز هو مسميهم برودكت سيلز ريب والترانزاكشن، خد بالك هنا هو شايفهم او مسميهم تيبلز مش شيت، هناك كانوا شيت، هناك فين في الاكسل شيت واحنا شغالين كان بيشتغل على شيت ما بيشتغلش على تيبل، صح كده؟ طيب عندي هنا اد كولم، اد كولم يعني انا هنا لو حابب ازود حاجه مثلا هقول خلينا هنزود مثلا سي الريفينيو او هنعمل خلينا نحتاج الريفينيو. طيب بس الاول نتكلم عليها في حاجه هنا دي اسمها اد كولم، لو عايزه اضيف هنا الريفينيو او اي حاجه عايزه اضيفها، وفي هنا حاجه اسمها calculation area او calculation field او calculated field اللي هي دي، لو بص دوست عليها هنا هتظهر وتختفي معايا. اهي كده اختفت. لا هقول له انا عايز calculation area هيدهني تاني اهي دي هنا، هنشتغل عليها حتى بعد شوية هنشوف هي دي. طيب يعني ايه اضيف كولم؟ كولم لو عايزه اجيب مثلا سي الريفينيو اهو رينيو كولم، فهقول له انا عايزه الريفينيو تمام. اوكي الريفينيو هناك كنا بنجيبه بالفيلو كاب، فكنت بقول له ايه ايكوال، بس هنا مش هقول له زي ما هناك بالفيلو كاب، هنا هقول له حاجه ظريفه خالص، هقول له هنا ايه كنت بعمل فيلو كاب بالبرودكت وبعد كده بالبرايس، هنا هقول له عنده فانكشن اسمها ريليتد ريليتد اهي اللي ظهرت لي
الفانكشن دي هتديني related بإيه بقى؟ بص مديني product price, product product, و sales rep per region, و sales rep per sales rep. تمام. طيب وقفنا هنا sales rep و sales rep خلاص. طب انا عايزة related بإيه؟ بالprice, فهقول له product price. تمام. كنا هناك بنعمل يعني خلينا طب نشتغل حتى حتى. طيب هقفل الكورس كده وهقول له انت, هو كده اداني البرايس بس, يعني اداني سعر البرودكت بتاعي. لا طب افرض انا عايزه, او انا عايزه الريفينيو, انا مش عايزه, مش هنفرض انا عايزه فعلا الريفينيو. قلنا هناك كنا بنشتغل بالفلوكا, لكن انا هنا عايزه الريفينيو ده بيمثل لي ايه؟ سعر البرودكت في اليونت, في ايه كمان, في 1 ماينس الديسكاونت اللي هو اسمه المكمل. فهقول له هنا لا ده انا عايزه الريفينيو مش عايزه سعر البرودكت بتاعي. فهقول له مالتبلاي ايه بقى؟ اليونت دي كانت موجوده فين؟ اليونت دي موجودة في الترانزي اكشن, صح كده, في التابل بتاع الترانزي. فاقول له ترانز, بص بقى اداني ايه, ترانزي اكشن دي, ترانزي اكشن ديسكاونت, ترانزي اكشن برودكت, ترانزي اكشن سيلز ريب, ترانزي اكشنز سام اوف يونت, ترانزي اكشن يونت. انا محتاج ايه هنا؟ انا محتاج اليونت بس, علشان انا عايز البرايس بس, الريفينيو بس. فانا هعمل مالتبلاي البرايس مالتبلاي اليونت. تمام. بس كده لا ده كان في ديسكاونت كمان على البرودكت ده على السعر, فهاخد المكمل بتاعه علشان يديني السعر الحقيقي. تايم وافتح كوس 1 ماينس الديسكاونت. الديسكاونت ده كان موجود فين؟ في الترانزي اكشن برضو. فاول ترانز اكشن هيقوم مديني ترانزي اكشن كل الترانزي اكشن بالفيلد بتاعتها او بالكولمز بتاعتها, فانا هختار ترانزي اكشن يونت وهقفل الكورس. خد بالك من قفله الكورس. تمام كده اداني الريفينيو بتاعي الحقيقي. تمام خد بالك من قفله الكورس, لان لو ما قفلناش الكورس معايا بيحصل ايرور. كويس كده, عشان في ناس كتيره بتنسى الحكايه دي. طيب هو انا اقدر كده اعمل بيفت تيبل ام هيشتغل معايا؟ تعالى نشوف. قلنا اكزيستنج وهقول له هنا, لا هقول له هنا اوكي. تعال نشوف كده تاني. سوري يا جماعه البتاع دي سخيفه جدا, بس يعني ده البرنامج اهو. تعال نشتغل, تعال نجرب. احنا هنكون عايزين ايه؟ البرودكت. من البرودكت عايزين البرايس مثلا. لا خلينا بلاش البرودكت. خلينا هنا في سيلز ريب, كنا عايزين السيلز ريب مثلا حسب بقى الريبورتس بتاعتي انا كنت محتاج ايه. خليها ده عشان يعملكم. عايزه مثلا الريفينيو بتاعته مثلا, فاديني كل السيلز ريب بكل الريفينيو بتاعته. اقدر افلتر, اعمل فلتريشن, اقدر اعمل فلتريشن, اشيل سيلكت اول دي وابتدي اسيلكت على الناس اللي انا محتاجها بس اعرف الريفينس بتاعتها. الكلام ده ينطبق على اي حاجه تانية, على الريجن. اعمل فلتر واشيل سيلكت اول وابتدي اشوف است لدينا ثاوز بس and so on. تمام كده, كده الدنيا ابتدت توضح اكتر. كان في مره اللي فاتت محمد سالني على
ليه هنا بيبقى كولا مرو وبيتغير في هناك في حتة تانية لما اكسس ولادة. انا ما كنتش واخده بالي هو بيسالني على ايه بالظبط، ما كنتش مركزه معاه. فانا الحته دي يا محمد لما بتكون واقف على الشورت بيظهر لك الاكسس، لان انت الشورت ما فيهوش لا كولم ولا رو، في بس اكسس. فبالتالي لما تقف على الشورت هيديك كده، لما تقف على التيبل هيديك كولم وروز. تمام كده اوكي. خلينا نشوف حاجه تانية نتكلم فيها. هنتكلم بقى دلوقتي على الميجر. دلوقتي هنشتغل على حاجة اسمها الميجر، وهنروح للمانج. اهو احنا قلنا اتفقنا ان الاريا دي اسمها calculated field او calculation area او ميجر. فانا لو جيت وقفت هنا وعايز اعمل اي ميجر انا محتاجاه فانكشن معينه، قال لي الميجر ده حاجتين، بيكون له اسم وبيكون له فانكشن. يعني ايه؟ يعني انا اقدر اكتب في كل في السيل الواحده تكست وفاليو او فانكشن معينه انا محتاجها. يعني لو جيت هنا وقلت له توتال ريفينيو نقطتين في بعض وهقول له equal، انا عايز مثلا التوتال التوتال ريفينيو بتاعي، فهقول له sum، هيديني السم ميشن بتاعي او الفانكشن بتاعت السم اهي، هقول له هي دي. وهقول له انا عايز الريفينيو بتاعتي. تمام. وهقفل القوس وهقول له انتر. وطبعا دي من ضمن مميزات الداتا موديل، ان انا اقدر اعمل في نفس السيل تكست وفاليو. وعلشان اقول صح هي ما اسمهاش سيل، هي اسمها ميجر. بيحط لي فيها التكست والفاليو، واقدر من هنا كمان اعمل لها فورمات. فانا هقدر اقول له حط لي كمان الدولار ساين مثلا، يعني خلينا دي. طيب كده انا قدرت اعمل اشتغلت على الاريا بتاعه الميجر وهي كانت. طيب تعالى نشوف حاجه كده كمان نقدر نعملها فيه. هو الحته دي قلنا اسمها الكالكوليتد فيلد او الكالكوليشن اريا، ودي ما بتعتبرش سيل، هي هنا بتعتبر ميجر. بتاخد بكتب فيها التكست الحاجه اللي انا عايزه اطلعها نقطتين فوق بعض، وابتدي اكتب الفانكشن اللي انا محتاجها. طب المفاجأة هنا بقى ان انا تايم. تعالي نعمل بيفت تيبل اند بيفت شورت ينفع؟ هنشوف. هقول له اكزيست مور شيت، هقول مثلا هنا تاني اوكي. اوكي تعالي نشوف حاجه بقى ظريفه خالص. هنا الثلاث هنا هنا هقول له مثلا انا عايز من السيل زد الريجن، وعايز من الترانزي اكشن قال لي ديتو سيلز ريبو برودكت ديسكاونت واليونت والريفينيو. ايه ده؟ و اف اكس توتال ريفينيو. معنى كده ان توتال ريفينيو طلع لي الميجر اللي انا لسه عامله. طلع لي. فهقول له طب انا كمان عاوزه، فطلع لي كل ريجن بالتوتال ريفينيوز بتاعتها. هو هنا عاملها معامله الفيلد. تمام. ودي طبعا من ضمن الحاجات اللي بتبقى يعني مميزات الداتا موديل. كده اقدر اشتغل عليها بالبيفت تيبل بيفت شورت زي ما انا عايز. كده احنا خدنا انترودكشن معقوله عن الداتا موديل. محتاجين بس نطبق بقى بايدينا.
عرفنا ايه هي الداتا موديل وازاي بنجيب التاب بتاعت الباور بيفت والمانج ونقاد تو داتا موديل. بعد كده بيطلع لي الداتا فيو والجرام فيو. ممكن بعد ما نقول هو طبعا هنا كان عندي 3 تيبلز، هي الميزه هنا خلاهم تيبل واحد وعملهم عمل بينهم ريليشن شيب. من كده من هنا قدرت اعمل بيفت تيبل واطلع الريبورت بتاعي. طبعا هنا اسهل كتير من استخدام الفيلوكا. بالفيلوكا بحتاج ان انا ازود كولم هالبر كولم بلس، ان هو بيكون بيتقل جدا الفايل بتاعي والشيب بتاعي، وبالتالي طبعا البرفورمانس بتاعي بيقل. ده كده انترودكشن هنقول معقولة عن الداتا موديل. محتاجين نطبق بايدينا، ممكن الليكتشر الجاية نطبق شوية حاجات عليه، مع ناخد شوية اس بي اس اس علشان نشتغل على البروجكت بتاعنا، ونتعلم كمان ازاي نفرغ السيرفي على الاس بي اس اس ونعمله اناليسيس. بليز يا جماعة نطبق بايدينا ونشتغل بايدينا. الموضوع ممكن يكون في ظاهره سهل او تافه، لكن متى تشتغل بايدك هتقف وهتعطل وهتقول دي جت منين ودي بعملها ازاي. فبليز نشتغل في ايدينا ونجرب. محتاج حاجه يبعتلي، هحاول ابعتلك نسخه اوفيس من عندي، لو عرفت ابعتها ارفعها مع الجامعه هعمل كده. ان شاء الله اشوفكم على خير المره الجايه.